هلا بالشباب ولا كسي حالك استحي. هلا بالشباب الفخمين، الله يسعد اوقاتكم كل خير وهدات بال. يوم جميل بذكر الله، يوم جميل مزاج جميل برفقة حبايبنا واصحابنا واخواننا. ابو محمود ابراهيم طالب ابن خالتي النور يا غالي، حبيب تيلخ عبد الله قنديل، عمر ابو رزق البنقالي، فادي العمرين، و25 شيخ منورين. اعطيني الصلاة على رسول الله، بثك في ادمان ولا النظرات الجميلة للجميلين، عشان هيك الادمان شامطكو سحر. انا شير شير شير، الله يحسن الجبر عنا وعنك اخوي عمر. عمر ابو رزق مساك ورد، شير شير 25 و30 شيخ، اضرب من هالمشاركات حكمة العج. شير شير تقات تقات، اضرب من المشاركات. خسران شي عم ابو مهند، عز مال العز، راشد العدوان، ابو الرقيب، ابو اشرف، زياد الرقيب، اضرب من هالمشاركات. هسه بنبلش بالزقات بعدين بنخش على الكشات. قل لي ليش، قلت لي ليش؟ عيونك سحر. الله حبيبي يا نبيل الشعر، أمساك ورد. هسه منبلش بالزقات، منفرجيكو اياهم، منبلش نعرض فيه. ليش؟ عشان ما نصير واحد يطلب كش واحد زق. هسه عندي 6 جواز خفاف خفاف، ببيعهم بفرجيكو ب 19 فردة، بعدين منبلش بالكش. تم؟ بدي أشارك بس المجموعات اللي عندي مدارس، خايف أبو سيدار مزلالة، حبيب القلب اخويا ابو نصيرات، ابو الطبل، و50 فخم، عقال الراس منورين اخواني وحبايبي. مهند منور يا غالي، ها عشان تعرف اضرب من هالمشاركات. مساك ورد، و40 فخم، و50 فخم. طبعا هسه بفرجيكم زقات طه محمد، مساك ورد. بعدين بنخش على الكشات باذن الله تعالى. على ابو نسيم وضعك مش عاجبني، في مجال تشاركوا البث؟ بديش اتعب هسه، انا بخرم المود تاعي يعني ببطل مبتسم، تعبت وانا اقول. يلا احمد تعال اخوي، اللبسات قطع عن بعض برا. طبعا اول اشي بنعرض لكم جود دباب نزورك، جميلين حلوين، عشر مسكر، الفحل معه كسمات مع عجرين، عين حمرة جفن، حبيبي الثوابي مساك ورد. بعدين بعرض لك جوز جوز، بنبلش بالزقات، بنروح على الكشات باذن الله، بنبلش فيهم. حبيبي يا عمر مساك ورد، شايروا لنا هالبث، تمت المشاركة ابو عبده، شاركوا البث، اخوان، حبايب، اصحابنا، شايروا لنا هالبث. حبيبي يا ابو محمود الغالي، يلا هات امسك ركز معي يا اخوي. اول اشي جود دبابي يزور، حيو شوف يا الفحيل، شوف صار بالله عليكم بالجميل، هاي بيضتو جوز دباب نزورك، حلوين جميلين انتكتكين مرتبين زي لين مرتبين. صليت على رسول الله يا احمد اليوم، صلى الله عليه وسلم. طبعا هاي جوز نوريات جواز مشاخيل، طلع فيش وجه، عين بيضة معه كسمات، هذا الفحل 11 ريشة بيضة وشيبة، طلع نصها أبيض، الله ما بيني وبينك، لا شلت ولا سحبت ولا قصيت من القرمية يا صاحبي، ولا خشيت على منتجة العمليات، طلع عينيها أبيض، طلع هذا دليل إنه بتروح، بس أنا بحطك طبعاً فحل. أوامير نزل رقمك، يلا تمام. شوف الفحل، اللهم صل على رسول الله. اعطونا الصلاة على رسول الله، اضربوا شو بدكوا عشان نبلش بالزقات. شوف لي هالطيارة جميلة، ذنبها نظيف 12 ريش. حبيبي يا ابو سيف العنواسي مساك ورد، ابو يحيى قنداح، شوف هاي جوز، شوف نوريات جواز جميلات ومحترمة. حلو يا احمد؟ حلو، واضحة الامور؟ 100 100، واضحة يا اخوي؟ هاي دباني اصفر، اليوم وراكو شيء يعني شبه اليوم تشطيب اذا ربنا جبر، وبكره التسليم. شوف دباني موشح اصفر
سدر مع عجرين فيش في طول عطيره بتنجرين. شوف الشباب شو بدهم يعملوا. فيش تعليقات طلع عندي. فيش تعليقات اعطيك على بتنجانيه. انا شايلهم عن الفراخ، بس انا الفراخ يا اخوان ما باخذها ولا البيض لانه بموت عندي. هاي طيرته. صلوا على رسول الله اليوم يا احمد. احكي يا اخوي احكي تستحيش. يلا انا مصدق. طيره ايوه دبانيه. هاي شغاله فلتلحه. شوف. طبعا هاي جوال تبان. هاي الطيره احتمال تعملها على البث فاضت بيضي. بيضي هاي جود دبابني حمر حلوين. ها واضح يا احمد الفيديو؟ يمين جود من ايام العمالقه يعني مراسلي. سيبك من الزاجل والزاجل سيبك منه هيو الاصلي. الله حبينا جود هذول. طبعا بعد هيك اصفر هذا بتضرب عهو مرات في كثير ناس بتضربه شغال كبسه. جوز نوريات جواز ثانيه هاي بلشت تطلع ثانيه جوز نوريات جواز. هسه منبلش بالزك منبلش بالزك منخلص الزك. ربنا بيجبر بخاطرنا. طمني عن صحتك. تمام اخوي حلو. منخش على الكشات. شو رايكم مش هيك احسن عشان ما اصير انزل طيره فحل في كشاك شفي. بعد ما اخلص هذول احمد هاي رقمي ابشر يا فغاني في مجان شايل البث. شو بدكم ننزل اول اشي؟ بس بدنا الضرب بما يرضي الله. اعطيني تلفوني اعطوني تم الصلاه والسلام على رسول الله. راح انت اشتقولي خلي قلبك قوي. بالله يطب الرن رن على القام احمد يلا يلحقنا وني. شو رايك اخوي تحط لنا الزقات بسرعه؟ حبيبي يا شادي مساك ورد. اعطونا تم الصلاة على رسول الله. شو نبلش؟ طبعا التعليقات انا مش طالع عندي. الافغاني رنولي عليه مش منك من الاسد عشان تعرف. بس تحياتي للجميع عنكم من سوريا. حبيبي يا اخوي والنعم فيك وباهلنا بسوريا. شو بدكم ننزل اخواني؟ شو نبلش؟ سايق قالي تم. نبلش بايش؟ بتكون شيء محدد؟ الطيره الدبانيه فلت؟ اه فلت يا اخوي. حبيبي يا عم بكر منبلش بالزقات ست جواز، بعدين عندنا 19 فرد تكش اخوان ضوين. بس انا السبب ما بدي اخشش الزق. حبيبي يا حياري اشرب. شوف الضرب على الصايد المعلم ابو معاذ عم ابو شلوب. بلش بالدبانيه الفلت تم يا اخوي. التقوى لصيانة فلاتر المي. حبيبي يا مي الله يسعد اوقاتك والله احسن من الدنيا كلها. المي هات لي الطير الفلت. يلا اعطونا الصلاة على رسول الله. شيروا لي هالبث مشوا لي التعليقات بس. حبيبي يا عبود بدنا ابو جهد يشارك لنا شوي الوضع مش راضي الصفحة تعلى. هات لي التبانية حطيتهم كلهن. الضرب على الصايب. يلا الكشات محترمات بس بديش ارجع لك الدنيا ببعض. اعطيني دبانيه. قاعد دور كان زفت. يلا عندك توصيل على سوريا؟ والله يا اخوي اذا لك حدا يستلم من عيونه بس انا والله ما عندي توصيل. دبانيه شغاله ومكفوله فيش فيها طول منيحه جميله عشرها نظامي فيش فيها طول. التسليم بكره بعد الثلاثة بنتحرك عشان الجو حامي. حبيبي يا عم ابو زواهرة يا زن وين الشباب وين؟ عم ابو شروف وين؟ كل الرجال وين؟ جنتلمان وين؟ شو؟ طيرة شغالة ومكفولة. عم بكر نسيت نساك الموت. دبانية شغالة مهند الغالي جايتك غالي علينا معلم. فادي المالحي مساك ورد. دبانية شغالة ومكفولة فيش فيها طول طول ثوبها منيح وكويس. شوف نذكر الله ونصلي على رسول الله. حبيبي يا عم بكر الدبانية شغالة ومكفولة عين حمراء منيحة وكويسة وبتنزق. نذكر الله ونصلي على رسول الله. وين أبو يوسف وينه؟ حبيبي يا إيهاب مساك ورد. حبيبي يا عم ابو حمور وعليكم السلام والرحمه والاكرام. شوف
15 عم هيثم عطوة، أبو عدي فتح بابه بـ15، قرب على الكاميرا هاي، 15 العم هيثم عطوان، بعد هالذباب نزورك يا أخوي، خليك حامي لا تبرد يا معلم أحمد، 16 المرعي العجل، 20 العم بكر، 20 بـ16 بـ15، وصار بـ20، وصارت بـ20، وعند العم بكر 20، بدبانين 21. ابشر ابشر اخوي احمد، نزل لي رقمك عشان هيثم الفخياني بسرعه بسرعه. 21 العم هيثم عطوه. صلونا على رسول الله يا اخوان. هاي الرقم اخوي احمد اللي معي رن عليه. طب كيف بده يعرف انك انت؟ كان على الردود. 21 هيثم عطوه. استفتاح كريم، استفتاح مبارك، ما بدنا نطول. واحد هيثم عطوان، اثنين هيثم عطوان، ثلاثة هيثم عطوان بـ21، هاي الله عم ابو شروف الغالي، أربعة هيثم عطوان، خمسة ابو عدي خليكوا حاميين معي وشوف شو بده يصير، ستة هيثم عطوان، سبعة هيثم عطوان، ثمانية ابو عدي اعطونا تم، و22 بكر ابو رصا، وبكر ابو رصاع 22. واحد العم بكر ابو رصاع، حرك لي الطيره يا احمد. اثنين العم بكر ابو رصاع. ثلاث العم بكر ابو رصاع. اربع العم بكر ابو رصاع. خمسه العم بكر ابو رصاع. سته حبيبي يا ابو نصرات البت حلو بوجودك. سبعة العم بكر ابو رصا، مشوا لي هالتعليقات اعطوني تم. ثمانية العم بكر، تسعة العم بكر، 23 ابو عدي هيثم عطوة. العم ابو معتمد كان تاع العلي، واذا بده يشكي كمان شوي بيجي يستلم اذا راح عليه اصلا مبين انه محترم. واحد هيثم عطوان، واثنين هيثم عطوان، ثلاثة هيثم عطوان، أعطونا تم على الذباب نزلك يا بي البث نزل. أربعة هيثم عطوان، خمسة هيثم عطوان، ستة أبو عدي حبيبي أبو حويلة، سبعة أبو عدي، ثمانية هيثم عطوان، تسعة هيثم عطوان، عشرة هيثم عطوان، والله يبارك لأبو عدي. انتهى اخوان. نفس رجال يا رجال، البث مش مظبوط. اعطوني تم عجود دبابني البتع بما يرضي الله. هسه ضايل خمس جواز بعدين في مجال تشيروا البث. الفزعة وين يا اخوان؟ الحب وين؟ الود وين؟ شل الطيرة، نذكر الله ونصلي على رسول الله. بالله عليك واضرب بما يرضي الله بعد لك، بالله عليك تبخيس ما بدي. دباني ازرق سدر مع كسمات مع عجرين مع ثوب، على دبانيه زرقاء زرزوراي، جود شغالين. شوف خليهم يتصببوا على الفحل دقيقه. حبيبي يا عبود شوف لي هالفحل، اللهم صلي على رسول الله، نزل لي طيرته. جود دبابني زرق شغالين ومكفولين وعين حمراء وحلوين، والطيره بدها تبيض. نذكر الله ونصلي على رسول الله ونفتح مزادهم بما يرضي الله عز وجل، بجوز حلوين مدللين، فحل محترم خارق، سدر مع عجرين مع ثوب ومعه كسمان. نذكر الله ونصلي على رسول الله. جوز حلوين ومتكتكين، بعدهم النوريات بوازخ. يا نفتح مزادهم بما يرضي الله. نزل لي اياها، نزل لي اياها، لانه قبل شوي بكتب 90. دباب نسرق سرازير حلوين امتكتكين، كل مربي بيحبهم وكل هاوي جالسين. نرفعهم ما بدكوا اياهم؟ يا ما بدكوا اياهم خلنا نرفعهم. عشرين ايش ابو العجارمي يا اخوي؟ ارفع ارفع.
شو اخوي 20 ليرة؟ اخوان شو مالكم؟ انفعل امانة الله اليوم مدفوع فيه 100 دولار ومش بايعه. الطيرة بالكرتونة حقها 30 ليرة. ولا في الغالي 30 و30 الجزاوي. ايوه الشباب خلص بلشت تشمط عب يا معلم. و30 ابو هيثم. حركني هالفحل. فتحة بابها هاي فتحة راس يا اخوي. فتحة الباب بتختلف عن فتحة الراس. هاي كيف بس تجيب قنوة وتطرقها لواحد وثلاثين قطبي هاي وثلاثين ياسر لافي وثلاثين وصارت بثلاثين بجوز دبابي حق الفحل بس بدي وثلاثين ابو لافي ثلاثين. بدك تواصل مع علاء ابو اليمن هو بيشحن على سوريا يا اخوي. اذا الك حدا بيصير يستلم تمام. 35 عم ابو يزن وين هالغيبه يا عم ابو يزن وين؟ و35 عم ابو يزن وصاروا ب 35. نذكر الله ونصلي على رسول الله. بجوز دبابني حلوين زرق مسكرين شغالين مكفولين و35 عم ابو يزن و35 وصاروا ب 35. اعطونا تم ومشوا لنا التعليقات. و35 عم ابو يزن البت مش مزبوط صار شمال. اعطي رقمه اللي بوصل. طيب تم يا اخوي تواصل بعد البت وابشر حبيبي يا حياري. و35 عم ابو يزن حبيبي يا مهند امجد الحياري ابو وديع ورد ورد هيثم الافغاني منورين كل الكبار والفخمين. و35 عم ابو يزن عزل وعم ابو يزن ب 35. الناس بتحتفل. لا يا اخوي فيش احتفالات ولا شيء. الناس قرفانه حالها طفرانه. هات الجوز بعد اذن عم ابو يزن افرجيكوا امانه الله وانفحل حكاي. و 35 عم ابو يزن هذا لسه عندنا كشات وعندنا شوف نزل لي الفحل شوف اللهم صل على رسول الله شوف 35 عم ابو يزن جوز حلوين حلوين دفش صغير خلني ابيع عمالة الله بعاد شوف شوف هالفحل طلع طلع شوف هالكسمات العلي شوف هالجرين والسدر امانة الله الفحل شوف حق لا الشباب بيقصروش 37 ابو لافي ياسر لافي 37 شوف اللهم صل على رسول الله وياسر لافي 37 شوف اللهم صل على رسول الله معهم كسمات فيش فيهم طول امناه حبيبي يا بدر مساك ورد امسك الفحل ابشر يا اخوي 40 عم ابو يزن هات يا احمد امسك لهم الفحل 40 عم ابو يزن بسرعه الناس نطول على الشباب هاي الفحل بدر رميت علي فاتح بيت شوف اللهم صلي على طلع طلع الفحل اللهم صلي على شوف وطير كش طلع 40 شوف صلاة وصاروا ب 40 عند عم ابو يزن. طيب يا هاتم انزل لك اياها وارمي وعم ابو يزن وش وجه فشل بدر بقول لك حق الفحل والله امانة الله حق الفحل وش بس احنا منبارك للاجاويد من نفس طيبة والشباب ما بتقصر ولعيون عم ابو يزن ولا يهونوا 100 شيخ واحد ابو يزن والله ما برفع قسما بالله حق الفحل 100 دولار وانا ما بحب احلف على حمام. اثنين عم ابو يزن ثلاثه ابو يزن قرميد اربع ايه عم ابو يزن زلمه شروه من عندك خمسه ابو يزن تم تم اخويا بدر هسه برن لك ست يا ابو يزن ابعد عنه شوي ابعد سبعه ابو يزن والدبس ابو حسن 41 والدبس ابو حسن 41 وخش الدبس عالم الذباب يا رجال خش الدبس بيقول الدباني الدباني وبدونه بضرب وبعاني الله واحد عم ابو الدبس اثنين ابعد عنه شوي خليهم يقصدوا هيك يا عم اثنين عم ابو الدبس
ثلاث عمر والدبس منورين، أربع عمر والدبس بواحد وأربعين، خمسة عمر والدبس أعطونا تم يا إخوان، ستة عمر والدبس، سبعة عمر والدبس، ولك ألو ثمانية عمر والدبس، أعطوني تم شوية تعليقات، تسعة دز الذباني بخليك العالي عم ابو الدبس، عشرة عم ابو الدبس، والله من عالي سماء يبارك لك. أمانة الله بديش أقول لكم حق الطيارة، ربنا يطرح البركة، خلص. وتشوفوا عوجهم الخير، أعطوني تم عنوريات بواز، جماعة الكاش جايب لكم طقم، استمروا معي، في مجال جوز نوريات لبواز المضبيب، أعطونا تم. جماعة الكاش لسه هسه بالزق احنا. وراكو شي؟ حبيبي عم ابو الافغاني براحتك ما تيجي اذا فيها غلبة، انا بكرة بطلع لك اياها. شوف امانة الله حلوين، حط رقمك لبدر يا احمد. يلا. نوريات بواز مشاغيل وجه فش، ثوب لبني، حبك اسود، فش فيهم طول، مشنقلين تشنقل. الفحل دنبه 11 ريشه وريش مشيبه، شايف القصبه تعيت الطيره بيضة الفحل، الله ما بيني وبينك. لا بقلم فلوماستر ولا قرطنا ريش ولا شيء، انا بحب ابيع عن الطبيعه وبحترم كل واحد بروح اشتري منه طير وما بنظفه، هذا اخوي حبيبي وبشتري جوزه واغلى وطيره اخته طبعا باذن الله مرماهم صافي. ها حبيبي عبدو صوام مساكور، جوز نوريات بواز مشاغيل مشنقلين تشنقل، الفحل في ريشه ما بتعيب تشيبه، بستنى الكاش يبشر يا اخوي. نذكر الله ونصلي على رسول الله، ونذكر الله بجوز نوريات مشاغيل بواز وجه مضبوط، دنب الفحل 11 ريشه ومشيب بريشه، والطيرة 12 ريشة كاملين مشنقلين، وجه فش لبنيين وحبكهم أسود. نذكر الله ونصلي على رسول الله. ترى البث متأخر شوي. بعدهم جوز الدباب للفحل على البتنجانية. يلا نذكر الله ونصلي على رسول الله. حلوين مدللين مشنقلين تشنقل، وجههم منفخ تنفيخ وفيش فيهم طول، بتكوش اياهم خلني ارفعهم. الشباب مجبجبه. جوز معدي صلاه النبي، حبيبي ابو جمعه امانه الله حقهم رقم 25 الجمزاوي، الله لا يسامحك يا جمزاوي، ان شاء الله فتحت راسي وانا فتحت مزادر. أمانة الله بايع فحل 50 دينار أقل منها، حق الفحل 25. لا والله الله ما أنتم صادقين. الشباب بدها تعيد، أنا بدي أعيد، لازم أنا اللي أعيد مش الشباب. 25 ما والله يا إخوان ما هيك، حرام جدا جدا. نوريات بواز شوف الوجه اللي عليهم سبحان اللي خلقهم، عين قزاز مشنقلين تشنقل، الطيره 12 ريشه والفحل 11 وفي تشيبه. قرب الكاميرا تم، حرك لي اياهم يا احمد، ارفع بعد اذن الشباب.